مشاهدي الكرام متتبعين قناة أشواق عتافي، مرحبا بكم معنا. اليوم خرجنا نسولو الشارع المغربي على الخيانة والأسباب ديالها. بغيتو تعرفوا شكون اللي كيخون أكثر، الرجل ولا المرأة؟ خليكم معنا. عمرك تخانيتي؟ تخانيت 100 مرة. النهار تخانيت أنا طلقتو صافي، عندي وليداتي مربيهم دراعي جوجهم الحمد لله بخير وعلى خير. كيف ما قالوا ديجا ما جات الحياة عند النساء كيف ما مات الغيرة عند الرجالة، دونك الرجال هما اللي كيخونوا أكثر لأن الغيرة ما بقاتش ولأن بزاف الحوايج ما بقاوش متوفرين. عادي هادشي علاش البنات ولاو كيخونوا. خي أنا جاري بالعمل، الموضوع جاري بالعمل، بالنسبة لي أنا ما عمري طرا لي البلان فهمتيني. و خي أنا هي طعن في حق فهمتيني لي كوبيل وداكشي حاجة باينة. أنا الرأي ديالي هو أن المرأة خصها تخون قدها قد الراجل، ما كاينش فرق، حيت المرأة خارجة خدامة كتضرب تمارة كتخدم جوج خدمات، الراجل عنده غير خدمة أخرى وما عندوش الحق يخون فهمتيني. أنا الرأي ديالي هي المرأة كتخون والراجل يخون في حال في حال، يا إما الراجل يحترم المرأة وهي تحترمه يا إما ما يحترموش بعضياتهم جوج، هذا هو الرأي ديالي أنا. أنا ما خنتش، أنا خرجت من غولاسيون عادي صافي وبديت حياتي بلاصة أخرى، ما يمكنش يبقى مع واحد السيد اللي ما قدرش يعرف راسو. القناعة، الراجل ما كيكونش مقتنع بمرأة واحدة، وإذا كان الراجل ما مقتنعش بمرأة واحدة ما عمره ما غادي يقد يكون وفي لذاك الشخص، عكس المرأة، المرأة كدير قيمة للراجل. المهم بالنسبة لي أخي أنا ماشي عندها أسباب غير قدر لا بيرسون الانتماء، ما عجباتوش فيك شي حاجة، تناقشوا على شي حاجة، صافي ماشي خيانة. أنا كيجيني كيشوف مصلحته يعني كيبغي يشوف كيجرب حاجة أخرى، هذا هو اللي كاين، ما كاينش خيانه. خيانه راه اي واحد تسول شي زعما راه يقول لك حاجه خايبه، راه حاجه معروفه ان الخيانه حاجه خايبه، وزعما راه انسان تقدر تدير لي اي حاجه الا الخيانه. انا بالنسبه لي انا تقدر يدير لي اي حاجه ولكن ملي تخونيني راه ما كنبقاش نعرف داك الشخص اللي خانني، يعني واخا يكون قريب ليا بزاف نكون دوزت انا وياه زعما يعني بزاف ديال الوقت، نقدر نكون مثلا الا كانت صديقه ديالي ولا شي حاجه واخا نكون انا وياها من صغر، نهار تخوني زعما راه ما نبقاش نعرف بحال عمرنا تعرفنا. كاين اللي كيبغي يغير، كاين اللي كاين من طرف البنات زعما كاين اللي كيقولوا لي ماتيرياليست، كاين اللي الظروف، كاين اللي بنادم ما كيبقاش عاجبو الحال، يعني بنادم كيكونش كيبغي فهمتيني، كيكون الولف بنادم كله عقليش. انا في نظري في المغرب ما كاينش الحب بزاف فهمتيني، في المغرب ما كاينش الحب بزاف، كاين الولف، بنادم كيبقى يدور كيسحب لي راسه انه راه كيبغي هو راه كيولفو، كاين افكار جنسيه وكاين فهمتيني كله كيفاش كيفكر. وانا يا بالنسبه لي زعما الراجل يخون كيخون غير اللي ماشي راجل، اللي هو ماشي راجل وما قادش على مسؤوليه، وهذه هو اللي كيقدر يخون، هادشي اللي كاين. والمراه الا خرجت الخيانه بالنسبه للراجل خانته، دونك راه كاينه شي حاجه كبيره بيناتهم فهمتيني، عامره من الداخل باش تخرج حتى هي داكشي اللي داروا ليها خاصها ديروا ليه، ما فاهمينش ما يعني من الراجل كيكون ما كاملش ولا شي حاجه فحال هكا. اما هو الراجل اللي كانت عنده مراته في الدار ومزوج بها عن قناعه وعاجبه وعاجبه ما خصوش يخون، ما خصوش يخونها، يعني داكشي اللي غيلقى فيها غيلقى في الزنقه فهمتيني. وبالنسبه للمراه هي كيكون عليها واحد الضغط وعليها يمكن كيمارس عليها العنف وهذه باش هي اي واحد خرجت عنده الزنقه كتقدر تخونه معاه فهمتيني. شوف ما نظنش المراه تخون بسبب الفلوس، لان الراجل اللي عطاها غير شي حوايج كافيين ما تخونوش، عكس الراجل يقد يبغي مرات تسير عليه حيت القلب ولا بارد. عادي المرأة تقدر تقتنع براجل واحد مجرد انه يعطيها وقت في دارها، الراجل لا يقدر يخلي مراته حيت وحده كتخرجوا تدوروا كيشوفها مشروع ليه المستقبل، هادشي اللي كاين الا كان راجل ماشي راجل باختصار. ولكن ما نخونش، ندير معاه بوز ونكمل حياتي عادي كيف ما درت ديجا، ما عنديش مشكل. شي واحد ما مرتاحش معاك غيشوف وحده اخرى، هادي حاجه عاديه. وبالنسبه للمراه حتى هي الخيانه زعما شنو كانت مع واحد، هادي الخيانه في حاله وحده الا كانت مزوجه بي، اما زعما انا مصاحبه مع واحد ولا هو صديق ديالها راه ماشي خيانه، صافي ما تفاهمناش، راه كل واحد كيشط طريقه صافي، هي كتشوف حياته وهو كيشوف حياته. ما كايناش نسبه، ما كاينش ارقام، دونك باش غنقول لك شكون اللي كيخون ولا شكون ما كيخونش، داكشي راه على حسب هما بجوج، لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للراجل، حتى كنشوفوا نفس القياس، الراجل كيخون المراه كتخون، يعني ما غاديش نبقاو نحسبوا. ما كاينش اسباب، راه غير زعما قلت لك انا كتكون شي واحد ما عنده مثلا، ما نقولش لك الفلوس بالضبط،
ما غاديش نهضروا في الفلوس، حقيتاش فلوس ماشي هي السبب اللي كيخلي له. شوف غير ملي كتكونش مرتاح مع واحد الانسان وكتمشي مع واحد اخر وكترتاح معاه، هادي صافي ماشي سميتها خيانه. مي انا صافي ما بقاش عجبني داك الانسان. انا ما عمرني تخانيت وما خنتش، لا حقيتاش ما عنديش اسباب. حيت الانسان اللي انا معاه ما حياتنا ما واقفاش على الفلوس ولا، دونك انا كنبغيه وهو كيبغيني، هذا هو يعني. ما كنظنش غنخونو نهار بغادي نبغوا نتفارقوا، غادي يكون سبب اللي غيكون مثلا يا زواج يا الله يقدر الله مات ولا نمت. الرجال بيان سو، حيت المراه تقدر يعني الا كنتي انت كتعامل معاها مزيان راه ما غاديش تخونك. الراجل راه واخا ديري ليه اللي درتي راه غادي يخونك بيان سو، يعني حاجه معروفه هذه في الرجال. الا كان راجل هو تقدر يكون ما هذاك الشيء، هذاك الشيء اللي ما كاينش يعني الشريكه ديال حياته اللي ما نلقاش فيها شي حوايج يكون لقاهم في وحده اخرى. المراه ما كتخونش. انا بالنسبه لي المراه ما كتخونش. انا يعني من راجل ولا بنت ولا شنو، خيانه يعني اون جينيرال صراحه. ولد انا ما كنديرش لي غولاسيون ديجا، عمرني درت شي غولاسيون باش نقول لك واش تخنت ولا ما تخنتش، ولكن عمرني عقلت على راسي تخنت من شي حد. عمرك خنتي شي واحد؟ انا نكون خون شي واحد؟ عمرني خنت شي واحد؟ ما عرفتش ثاني، يقدر يكون شي واحد كيشوفني انني خنت ولكن انا عمرني خنت شي حد. ما كيخون كثر. دابا المراه انا شي كي الله يخلي حد دابا المراه دري اش كيبغيو يبدلوا دابا صح مع هذا شويه شي. لا انا عمرني ما خنت، ولكن كاينين شي واحد البنت كنت معاها باش عندي، وقالت لي راه خويا شاف تصورتنا وهذيك، هي راه ما كاين لا تصورتنا لا والو، هي بغات تبدل فهمتيني، شاف تصورتنا وهذه وقع لي مشكل مع الدار، تجيني نيشان ما تقولش لي صافي وطرا هذا البلان. عرفتي بانها كانت كتكذب عليك؟ عرفت الغد الليل تصورت مع واحد الدري حطاش في انستا صافي انا فهمت البلان ماشيين نطلع مع دابا. شنو تقول لها اليوم؟ ديما نقول لها الله يسهل عليها. انا بالنسبه لي الرجال اكثر من العيالات، واخا العيالات عندهم حق يخونوا حتى هما رجال وحتى هما عندهم حق يديروا اي حاجه، الرجاله كيخونوا اكثر من العيالات اكثر. انا تخانيت من عند راجلي جوج المرات، دابا انا مطلقه منه جوج المرات، مره لقيته مع وحده مجوجه وعندها بنيه ياك وخدامه هنا في هذه البلاصه في هذا السيكتو، ومره اخرى عاوتاني لقيتهم، المهم لقيتهم مع بعضياتهم، حصلتهم لقيت تليفون والهضره وجاب لي هو الدريه اللي معاه وادي وادي. والمره الثانيه خاني مع بنت خالت خويا، مرات خويا بنت خالتها، مشيت باش نخطب لخويا وداك الشيء وصافي، وخان معاها صافي تصاحب معاها وكل شيء وخطبها ودار بزاف تاع الحوايج صافي. منين تعرضت للخيانه جوج المرات مع انا من بالنسبه لعائلتي وتربيتي وهادي ما غتعطينيش حق انني انا ندير في حاله، تفارقت معاه وخدمت على وليداتي وانا بخير دابا الحمد لله. بالنسبه لي انا كون كان عندي العقل ديال دابا ما نكونش مع راجل، ما يشرفنيش انني يكون عندي راجل باش نقول لك منين، حيت ما بقاوش رجال اصلا قليل، فين تلقاي شي واحد باقى فيه الدم تاع الرجوله ما كاينش، بقاو ما نقولش لك هذا هو اللي كاين وشكرا، بقاو سراول هادشي اللي كاين. خيا فهمتيني شي حاجه خايبه فهمتيني، يعني كتخوني شي شخص ودير فيك الثقه فهمتيني خايبه فهمتيني، يعني كتبقى انت علاش مربي وكتبقى يعني فهمتي داك الانسان ما بقاش بان لك فيه ولا ما عجبكش راه كتشوف شي واحد اخر، كتبقى قله الاداب يعني ما بغيتيش الانسان صافي قول ليه الله يسهل عليك وصافي وسير انت مع داك الشخص اللي باغي انت، اما باش تخون راه كتبقى خايبه حيت الانسان ما غيبينش لك يقول لك انا راه بقى فيا الحال حيت انت خنتيني ولا شي حاجه صافي، كيسكت في قلبو كيسكت ما كيبقى يقول والو كيكمل داو صافي كيمرض هو بسببك حيت انت خنتي. خيانه ما مزياناش مع عبد الله، هذا بالنسبه ليا انا رجال كثر، اما المراه لا خانت عندها ظروف، يمكن ما يخرجش لها الصير، يمكن ما يعطيهاش، يمكن ما يجيش، يمكن يمكن يمكن، هذا هو السبب. المراه كتضطر تجيب خواه والجوع والقهر، كتضطر دير شي حاجه غلط بينه وبين الله. الرجل كيخون كثر، انه زايغه ما كيشبعش بزاف حوايج. عمرك تخانيتي؟ تخانيت 100 مره. انا تخانيت، انا طلقته صافي، عندي وليداتي مربيهم دراعي جوجهم الحمد لله بخير وعلى خير تبارك الله عليك. هذا ديال الحياه، ما يمكنش تبقاي ديري راسك ضيعي حياتك على والو، تكوني كباب. وشكون اللي كيخون كثر دابا، الرجال ولا العيالات؟ انا حكيت لك، انا كل ظروفهم
ولكن شكون اللي كثر بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لي كان الرجال كثر. علاش؟ حتى هو عنده مشكل في الدار، عنده المشاكل، عنده المرأة ما مهتماش بيه بزاف حوايج، هذا هو السبب الراجل كيضطر يخرج الشارع. اما كون كان مرتاح ما غاديش يخون. يعني الغلط ديال المرأة، هادشي اللي كاين واقع ديال الخيانة. شادي نقول لك صعيبة بزاف، وكنقول داك الرجالة كاملين وحتى العيالات كنقول لهم ما عندكمش لا تخونوا. صحاباتي اشخاص صراحة بغيتهم من قلبي طعنوني في قلبي، طعنوني في ظهري، وانا كنشوف ما قدرتش نهضر. ولكن هاد المرة الحمد لله شادي نقول لك قصحت قلبي ووليت كنواجه اي واحد. وكان الزمان يرجع بينا اللور نصلحوا شحال من حاجه ونواجه داك الاشخاص اللي طعنوني وانا كنشوف فيهم لحد الان. انا كنقول للناس اللي ما يثيقوش بزاف، ما بقاتش ثقه اصلا، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد ما غاديش نقدر نهضر. اكثر فاش كنشوفهم حدايا. وبالنسبه للمرتي كنبدلها مرارا وتكرارا، وخا مع ذلك كيقلبوا على المرتي. اون فوا كتوصلهم المرتي كنبدل لمراه اخرى، كندير لمراه اخرى، ما عندي لاش نتواصل معاهم حيت انا ما اديتهمش، هما اللي ادوني بزاف وكنشوف فيهم لحد الان. ما قدرتش، ولكن خليت الله عز وجل، خليت لهم الله، حيت الله كبير على كل شيء وكيحاسبوا وكيحاسب كل شيء. الا جينا حنا نحاسبوا راه ما غاديش نقدر، ما نقدروش نحاسبوا، كيحاسبهم الله عز وجل. اللهم نخلي كل شيء الله عز وجل هو اللي غادي يقدر يحاسب. وبالنسبه لبنادم ما خاصوش يثيق. مشاهدين قناه شبع قدافي، رجعنا لكم مره اخرى. كيف ما شفتوا كانت هذه هي الاراء ديال الشارع المغربي. كاين اللي كيشوف بان العيالات اللي كيخونوا، كيف ما كاين اللي كيشوف بان الرجال اللي كيخونوا، كاينين وحدين اخرين كيشوفوا بان الاصدقاء كيخونوا اكثر. نتوما شكون في نظركم كيخون اكثر؟ خليوا رايكم في التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.